إلهام، بكون أنا بنت عايشة لحالي ومصاحبة كاركتر إنه she's independent، شخصيتها قوية، بتمسخر على كل العالم على كل شيء، بس إنه بطريقة إنه مش طريقة مؤذية، يعني أكثر ما إنه it's her way of إنه كيف تتعامل مع القصص. عم نشتغل قصص إنه خلص إنه نحنا بهذا البروجيرا الموت.